ايه التغييرات اللي بتحصل بعد سن ال40 اصلا؟ يعني احنا عارفين 30 ميتابوليزم اللي هو القدره على الحرق وكده بتقل شويه، بس 40 ايه بقى اللي بيحصل بعد ال40؟ في تغيرات بتتغير كل 10 سنين من ال40 لل50 ومن ال50 لل60، وكل واحد على حسب تهيئه نفسه قبل ال40. لذلك دايما بنقول نهتم بالصحه من الصغر، والتغذيه من الصغر مهمه جدا لحد سن البلوغ، وبعد كده من سن البلوغ لحد ال40. انت بعد ال40 بتجني ثمار بقى اللي انت بنيته صح. فبالتالي بيحصل تغيرات في الجسم نتيجه لخبطه هرمونات، تكوين عضلي بيبدا يقل، معدلات الحرق بتبدا تقل، بتقل من 5 ل 10% كل 10 سنين، التكوين العضلي بيبدا يقل زي ما احنا قلنا، وكثافه العظام بتبدا تقل، نقل ترسيب الكالسيوم. احنا هنختفي على كده على اخر القعده دي يا دكتور؟ لا، بس المعدلات في الاقل، بس مش بكميات كبيره. هو طبيعه الجسم البشري مخلوق على البناء، بيبني لحد مرحله ال40، بيحصل معدلات الهدم بتبقى اعلى من البناء. هما الاثنين بيبقوا شغالين طول عمرك، بس معدلات البناء بتبقى اعلى ومعدلات الهدم بتبقى اقل. مع الوقت بعد سن ال40 بيبدا معدلات الهدم تزيد ومعدلات البناء تقل. طب هل في مساحه ان احنا نعلى بمعدلات البناء عشان يبقى فيه بالانس، ولا ده بالظبط؟ لان ده الفسيولوجي او طبيعه الجسم البشري كده، ان هو مخلوق كده. بس احنا طبعا بنقلل القصه دي عن طريق ان احنا نهتم بتغذيه سليمه، نزود مجهود حركي ورياضي. كل مشكله ليها حل، فبالتالي لو اشتغلنا على كل مشكله وحليناها، احنا قللنا معدلات الهدم اللي بتحصل، او الاعراض اللي بتحصل نتيجه ايه، معدلات الهدم اللي بتحصل. فبالتالي احنا لو نظمنا نفسنا واهتمينا بصحتنا حتى من الصغر لحد سن ال40، احنا هنجي زي ما يكون عندك عربيه ومهتم بيها، حط لها زيت كويس وميه كويسه، بتعيش معاك فتره اطول. لو انت اهملتها مش هتعمر معاك. الموضوع مليان، يعني السؤال اللي هوانده سالته لحضرتك يبدو سؤال بسيط، لكن الحقيقه قماشته عريضه قوي ومليان تفاصيل. يعني من ضمن التفاصيل، ايه نمط الحياه اللي المفروض البني ادم يعيشه من بعد سن ال40، وكمان اللي يعيشه اللي وصل لسن ال50 وانت طالع؟ جميل. القرآن بيقول إيه؟ وبلغ أشده وبلغ 40 سنة. هو القمة، القمة بتاعت النضج في ال40، وبعد كده بيبدأ الكيرف في النازل. فبالتالي احنا دايما بنقول ناخد بالنا من صحتنا، نهتم بالأكل، لازم نهتم بأن احنا ناكل وجبات كاملة، ما ناخدش وجبات فارغة زي الوجبات اللي هي بنجيبها من بره كتير وبنهمل نفسنا عشان الحياة السريعة. نهتم بالحركة والمجهود اللي بقى معدوم نتيجة وسائل المواصلات والاتصالات اللي بقت، حتى حركتنا ومجهودنا بدأ يقل. فبدأت الكتلة العضلية أصلا من الصغر قليلة. نلاقي الأطفال عندها معدلات التكوين العضلي قليل، ونلاقي تكوين الدهون أعلى، زي لأن هما المفروض أن في نسبة وتناسب ما بين العضلات والدهون. كل ما العضلات قلت، كل ما معدل تكوين الدهون زاد، وكل ما العضلات زادت، كل ما معدل تكوين الدهون قل. فبالتالي احنا دايما نهتم بالحركه والتغذيه السليمه، ما ناكلش اكل دهني كتير. الدهون كتير في اكلنا، او النشويات والسكريات كتير في اكلنا، من الحاجات اللي بتوقع الكتله العضليه، لان بتعمل خلل هرموني في الانسولين، وخلل هرموني في الهرمونات الذكوره والانوثه، وخلل هرموني في نسبه الكورتيزول، وخلل هرموني في نسبه هرمون النمو. كل ده بتاثر باكلنا. تنظيم النوم، الناس اللي مش منظمه في نومها بتنام ساعات اقل من احتياجها، مثلا من 5 ل4 ساعات في اليوم. فين احتياجك؟ ما بتاخدوش ليه من 6 ل8 ساعات؟ حاول تنظمها، وخصوصا لو النوم 8 ساعات ده كتير قوي. احنا في الاطفال مش او في سن النضج، لا، 8 ساعات من احسن معدلات النوم. اكتر من كده النوم بيجيب نوم، بيبقى ضرر. واقل من كده بيعمل سقوط في العضلات. حتى الناس اللي بتلعب جيم تلاقي دايما بيهتموا بالنوم، لازم ينام وقت كافي عشان يعمل بناء للعضل.